ننتقل حاليا اليوتيوبر اللي صاروا يستعرضون اجسامهم التهجم المتابعين عليهم. اول شيء بالنسبه لبيسان اسماعيل ومحمود ماهر اللي نزلوا مقطع على التيك توك صادم، كان يرقصون ويا بعض تحت المطر ومحمود نزع بلوزه وملابسه وصار يحضنها ويشيلها، وطبعا كلكم انتم صار ينتقدوهم ويتهجمون عليهم مثل ما شايفين، ويكتبوا لهم ايات من القران الكريم انه يوم الحساب قريب واكيد راح تتحاسبون على الشيء اللي قاعدين تسووه، وبالاخص هم اساسا مو متزوجين فغلط كل هذا الشيء اللي قاعد يصير. عموما راح اعطيكم المقطع شوفوه واكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالتهجم اللي تعرضت له بيسان ومحمود.